يوم الأرض في 30 من مارس من كل سنة، الذي شكل علامة قوية على صمود الشعب الفلسطيني ووحدته وتشبثه بأرضه وبجذوره وهويته. وبالنسبة لبلادنا، يتميز تخليد ذكرى يوم الأرض هذا العام ومنذ أزيد من سنتين بطعم خيانة النظام للقضية الفلسطينية وشهدائها ولمواقف الشعب المغربي الأصيلة، حيث عمقت الدولة من مسلسل طويل من العلاقات شبه السرية مع الكيان الصهيوني. ومن أخطر ما تخطط له الحركة الصهيونية بدعم من النظام هو تمرير التطبيع على المستوى التربوي واستهداف وجدان وعقول الأجيال الصاعدة، وذلك عبر إقامة مشاريع زيارات متبادلة للتلاميذ وتوأمات مع مؤسسات تعليمية مغربية ومؤسسات صهيونية. فلسطين.